لازلنا نتنسم عبير أهل البيت النبوي، نتعطر بطيبهم ونتنور بأنوارهم. معنا النهاردة سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الإمام الحسين. احنا كده انتهينا من طبقة الأحفاد، هننتقل إلى أحفاد السيدة فاطمة الزهراء. سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين كان يلقب بالسجاد، ولد سنة 33 هجرية وقيل سنة 37 هجرية وقيل سنة 38 هجرية، اختلاف في الروايات. سيدنا علي زين العابدين كان يلقب بالسجاد، قيل لأنه كان يسجد لله في اليوم 1000 سجدة، وقيل كان يصلي لله في اليوم والليلة 1000 ركعة، وده إن دل يدل على إن في بركة في الوقت وبركة في كل شيء. سيدنا علي زين العابدين كان يشبه والده، بعد موقعة كربلاء حمته السيدة زينب، كانوا يريدون قتله، قتل علي الأكبر وده كان علي الأصغر، علي زين العابدين الأصغر، فحمته السيدة زينب وجاءت به إلى المدينة المنورة ثم جاءت به إلى مصر. في اختلاف في الروايات هل هو اللي مدفون في مصر ولا مدفون في البقيع، يعني ناس بتقول انه دفن في مصر وناس بتقول دفن في البقيع، واللي بيقول انه دفن في البقيع بيقولوا ان اللي مدفون في مصر ابنه سيدنا زيد ابن سيدنا علي زين العابدين. سيدنا علي زين العابدين كان له حال عجيب مع ربنا، كان اذا توضأ اصفر لونه، فالناس يقولوا له ما بك يا ابن رسول الله، يقول أتدرون بين يدي من تقفون ولمن تصلون. عنده خشية ورهبة وخوف من الله، يعني يعظم جلال الله جل وعلا، وكان أنواره ظاهرة واضحة جلية. في يوم من الأيام هشام بن عبد الملك داخل الكعبة والناس عاملين له كده عريش جالس عليه، فوجد الناس في الطواف في الزحام الشديد يفسحون الطريقة لرجل من أهل البيت، بيدعي هشام أنه هو مش عارفه، فبقول من هذا؟ فقام الفرزدق قال له هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره إلى جده ينتهي الكرم. سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لما مات سيدنا علي وجدوا على ظهره آثار السياط، كأن واحد ضارب واحد بصوت أو كرباج، فقالوا إيه السبب؟ ولم يعرفوا السبب، والسبب اكتشفوه بعد أيام من وفاته أنه كان يحمل شوال الدقيق على ظهره ويطوف على 100 بيت من بيوت الفقراء، يضع الطعام أمام بيوتهم ولا يعرف أحد من الذي وضع الطعام، فلما مات ما عاد الطعام يذهب إلى بيوت الفقراء، فعلموا وأيقنوا أن علي ابن الحسين هو الذي كان يفعل هذا، حتى يقول القائل عنه ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. له موقف مع يزيد، وسيدنا علي زين العابدين أراد الله جل وعلا أن يبارك في نسل سيدنا الحسين من نسل سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وعلمنا من علومه ونفعنا به وجعلنا من خيار أهله، قولوا آمين.